مرحبا بكم اعزائي المتابعين قناه تيك باك، وياكم مختار عراقي. اليوم راح نتعرف على الهاتف الرسمي من شركه سامسونج تحت اسم جالكسي ام، وليش سميته ام. سبق ان ذكرنا انه هذه الهواتف الثلاثه الام 10 و 20 و 30، وايضا في حلقه تسريبات خاصه بهذه الفئه تقدر تطلع عليها، وذكرنا التسريبات اللي كانت متوفره لهذه الهواتف. فاليوم راح نتحدث بشكل رسمي لانه اعلنت الشركه عن الهاتفين ام 10 وام 20، ولكن راح نتحدث عن الام 20 او ام 20 اللي يكون النسخه افضل من ام 10. فهذه النسخه المتوسطه راح تحمل مواصفات وايضا سعر مقابل انه توفر هذا الهاتف فقط في الهند حاليا، وتحت او على حساب موقع الامازون انديا، وايضا الاسعار راح نذكرها في نهايه الحلقه. لكن راح نتعرف على شنو التغيير اللي وضعته شركه سامسونج في هذا الهاتف. بدايه مع التصميم، راح يكون التصميم من الخلف من البلاستيك او البوليكربونات، ومن الامام راح تكون شاشه بالكامل راح تحتل نسبه 90% من واجهه الهاتف، مع وجود الانفينيتي في او التير دروب اللي هو التصميم الجديد اعلنته شركه سامسونج مسبقا على توفر هاتف متوسطه على هذه الانواع الانفينيتي او والفي وغيرها. ولكن هذه الشاشه راح تكون من نوع PLS TFT، وتكون احد انواع شاشات ال LCD. طبعا تختلف عن شاشات ال IPS. هذه الشاشات تنطيك سطوع عالي مقابل الالوان البسيطه، وتشبع الالوان يكون جدا ضعيف مقارنه بشاشات ال IPS. امكانيه تشبع الالوان اكثر، وامكانيه تركيز وحديه الالوان في شاشات ال IPS. ايضا هذه الشاشات تكون ارخص من شاشات ال IPS. من ناحيه استهلاك الطاقه، ايضا تكون مستهلكه للطاقه بنسبه اكثر من الاي بي اس بنسبه 10% تقريبا. هذا الشاشه وفي جالكسي ام 20 في هذا النوع اعطتنا 6.3 انج، اعطتنا دقه فول اتش دي 1080 في 2340 بكسل، كثافه بكسلات راح توصل الى 409. ايضا الهاتف من الخلف مثل نلاحظ مزود بكاميرات خلفيه مزدوجه، وواحدة بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة f1.9، وهي تكون مخصصة لللو لايت أو للإضاءة المنخفضة. أما الكاميرا المرفقة 5 ميجا بيكسل، وهي بخلاف الكاميرات المزدوجة راح تكون مخصصة للتصوير بزاوية واسعة وتصل إلى 120 درجة بدقة 5 ميجا بيكسل. وايضا هذه المستشعر البصمه الموجود بالخلف مكانه تقريبا شويه اعلى من النصف، فهذه هو وحده احد المشاكل اللي راح يتعرضها المستخدم انه وصول مساله البصمه في الخلف. ايضا هذا الهاتف من ناحيه المميزات الاخرى، وتوفر الجيل الخامس من البلوتوث، توفر المنفذ التايب سي، توفر الاف ام راديو، توفر الان اف سي، كل هذه الميزات موجوده مع الهاتف على وجود المعالج الجديد من شركه سامسونج وهو اكسينوس 7، يحمل التسلسل 7904. هذا المعالج هو معالج جديد من شركه سامسونج وتحسينات لنسخه 7885. لكن شنو الاختلاف ما بين هذه المعالجات وشنو اللي حسنت شركه سامسونج؟ التحسينات فقط في سرعه النويات يعني، وايضا توزيع النويات. فبالتالي هذا المعالج يحمل يكون 8 انويه، ولكن مقسم الى نويتين، نوع كورتكس A73 بسرعه 1.8 جيجا هرتز، وست انويه من نوع كورتكس ايضا ولكن فيرجن A53 ولكن بسرعه 1.6 جيجا هرتز. والفرق ما بين هذه المعالجات هو تحسينات في مساله السرعه بالنويات الاوليه، وتركيز قدره المعالج على نويتين رئيسيتين يعني عوضا عن الاربع انويه المقسمه في اغلب معالجات الثمانيه انويه، ولكن 2.6 هنا راح يكون التقسيم انه القصوى او الاداء العالي والكفاءه راح تكون بالنويتين الاثنين الاوليات بسرعه 1.8 جيجا هرتز. ايضا هذا المعالج او هذا الهاتف في جالكسي ام 20 حصل على نقاط في البنش مارك من ناحيه النويه الوحده 1309 مقابل ملتي كور او تعدد الانويه 4109 تقريبا، وراح تظهر لكم النسبه امامكم على الشاشه. وايضا هذا المعالج هو مقارنه بمعالجات سناب دراجون هو يكون افضل من 632 من ناحيه سناب دراجون، ولكن ما راح يكون افضل من 660 من ناحيه السرعه ومن ناحيه ايضا استهلاك الطاقه والتقنيات توفرها معالج سناب دراجون. فهذا المعالج هو يعتبر فئه متوسطه، ولكن يفتقر الى مساله الجرافيك. فالجرافيك هنا راح يعطيك اداء
سلس متوسط نوعا ما في العاب القويه مثل ببجي وغيرها، ولكن ما راح يعطيك نفس الاداء وقراءه الفريمات مثل سناب دراجون 660، على اعتبار ان الادرينو افضل بطاقه الجرافيك تقريبا تنافس اغلب المعالجات في مساله تشغيل الجرافيك على الهواتف. ايضا هذا المعالج ممكن انه يتحمل اداء قوي على اعتبار انه معالج قوي ونوعية النواة الجديدة اللي استخدمتها الشركة، ولكن من ناحية التخزين اللي يستخدمه هذا الهاتف أو هذا المعالج وهو نوعية الـ EMMC، وبخلاف أغلب المعالجات الهاتف اليوم راح تقدم لك الـ UFS، والـ UFS يكون أسرع. شنو نوع التخزين؟ شنو راح يفرق لي؟ نوع التخزين هو في مسألة قراءة البيانات، في مسألة نقل البيانات والتخزين على الهاتف، يعني سرعة التخزين واستيعاب التخزين من ناحية نظام التشغيل والأنظمة الثانية أو التطبيقات الثانية راح يكون الـ UFS أفضل، ولكن هذا المعالج للأسف راح يكون EMMC، وهذا الفيرجن أو هذه النوعية تكون جدا قديمة. فالشركة سامسونج تفكر إنه إحنا دار نعطيك جهاز متوسط نريد ننافس بسعر قليل ومقارنة بتكاليف أقل، فبالتالي أيضا من ناحية ذاكرة التخزين على هذا الهاتف راح يوفر لك 3 جيجا مقابل 32 جيجا بايت من ناحية التخزين، و4 مقابل 64 من التخزين الداخلي، مع إمكانية توسيع الذاكرة لغاية 512 جيجا بايت. أما عن البطارية فراح يقدم لك الهاتف بطارية 5000 ملي أمب، لا وجود للشحن السريع، وجود شاحن مرفق بقدرة 15 واط وراح يعطيك أداء جدا عالي. 5000 ملي أمب، ليش الشركة استخدمت هذه البطارية؟ ليس السعة بالأرقام وإنما استهلاك الشاشة ونوعية المعالج اللي يكون بتقنية 14 نانومتر. نعم ضعف هذا المعالج راح يعني يدوب إنه يكفي 5000 ملي أمب، راح تعطيك تجربة ممكن إلى يومين أو يومين ونصف يعني من العمل على الهاتف مع 5000 ملي أمب. ولكن نذكر الأسعار هذا الهاتف اللي مذكورة واللي معلنة في الهند حاليا، بسعر لنسخة 3 جيجا بايت مع 32 جيجا بايت بسعر 154 دولار، مقابل نسخة الأربعة والأربعة والستين الأعلى راح تكون بسعر 182 أو 183 دولار. شو وقت راح يتوفر هذا الهاتف في الشرق الأوسط؟ حاليا هو فقط في الهند. شو وقت يتوفر؟ هذا الشيء ما معلن حاليا، وممكن ما راح يتوفر للشرق الأوسط، ولكن ننتظر نسخة الام 30 اللي راح تكون بتحسينات وأيضا بمعالج من اكسينوس جديد، راح ننتظر المميزات الرئيسية ما بعد التسريبات اللي ذكرناها بالحلقة السابقة. فبالنهاية إذا عجبك هذه الحلقة لا تنسى تشترك بالقناة، تعطينا رأيك بجالكسي ام 20 مقارنة ما موجود بالسوق الهندي من الريدمي نوت 7، أو حتى إذا وصلنا للسوق العربي مقارنة بالأجهزة الموجودة من ناحية التصميم من ناحية السعر. كل هذه اترك لنا تعليق أسفل الفيديو، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعيل زر الجرس لمزيد من الفيديوهات القادمة من تيك باك.